غداة انتهاء الانتخابات التشريعية، عبر مصريون عن استيائهم من عودة الوجوه المتهمة بالفشل لإدارة الدولة، مبينين أن الانتخابات بما تضمنت من خروقات ونسبة مشاركة لن تغير من الواقع. شاركت من اللوم، يعني حتى لا نلوم نفسنا، حتى بعدين باشر من هذه، مثل ما أحد القنوات قالت اللي ما يشارك بعدين لا يبكي لا يتباكى، فإحنا شاركنا حتى لا نلوم نفسنا من علينا سويناه، بس هم بقت عليهم، هم حتى يقومون بالواجب، يقومون بإصلاح البلد وإعادة البلد إلى ما كان عليه قبل 2003. ما يصير بها تغيير، يعني باقي نفس تقريبا نفس الوجوه، بس احنا تأملنا انه تطلع هاي الوجوه الجديدة، يعني كثير ناس رشحت طيبين، سمعة، نزاهة، كفاءة، كنا متوقعين انه يصير بها، بس الناس يعني تقريبا صار عزوف، يعني تقريبا يعني ما نقول كامل، صار يعني عزوف، ما الناس ما توجهت للانتخابات لانه يتوقعون النتيجة هذه، يعني يتوقعوها كثير، يتوقعون انه هذه النتيجة، هذه النتيجة يعني ما مفرحة ولا الناس يعني ما مستبشرة بها خير. يعني يقول لك انا ما اريد انتخب لانه هو اللي راح نفسه هو الباقي، فما انتخب، على شو الباقي باقي، كل من يعرف النتيجه ماله، فما انتخب، هي النتيجه نفسها نفسها.